أن أنا برضو أوجه الشكر كمان للقوات المسلحة. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. طول حياتنا مية مية، شعب قد المسؤولية، والتاريخ يشهد علينا والحروف الأبجدية. طول حياتنا مية مية، شعب قد المسؤولية، والتاريخ يشهد علينا والحروف الأبجدية. البلد عالراس متشالة، من الألف للياء رجالة، أي أزمة بنسبة حالة، مهما دائت بينا ظروفنا، البلد عالراس متشالة. خليك في البيت، لو فضلنا جوا بيتنا والتزمنا بالكلام، كلها كم يوم وحالنا يبقى ميت فل وتمام. البلد محتاجة وقفة يتسئل فيها الضمير، مش هتبقى عنينا شايفة وعقلنا هو الضرير. الحكاية مش محتاجة أي وقت للتفكير، الوقاية في أي حاجة أهم من العلاج بكتير. هو ده الوقت اللي لازم يبقى كله قلب واحد. هو ده الوقت المناسب للمساعدة عشان نساعد. هو ده الوقت اللي لازم يبقى كله قلب واحد. هو ده الوقت المناسب للمساعدة عشان نساعد. جيشنا الأبيض تمريض ودكاترة، ناس في حرب الموقف قادرة تأذي روحها علشان خاطرنا، تبقى تسلم لينا وشكرا. جيشنا الأبيض تمريض ودكاترة، ناس في حرب الموقف قادرة تأذي روحها علشان خاطرنا، تبقى تسلم لينا وشكرا. يا ابن عمي ويا ابن خالي، نفس حالك هو حالي، أزمة صعبة عليك وعليا، بس هنعديها يا غالي. يا ابن عمي ويا ابن خالي، نفس حالك هو حالي، أزمة صعبة عليك وعليا، بس هنعديها يا غالي. خليك في البيت، ده اختبار هنعدي منه والحياة هترجع أكيد. ربنا له حكمة وإحنا من ابتلائنا بنستفيد. كل محنة علينا تعدي، عايزة قلب حديد وتحدي. احمي نفسك واحمي غيرك، خلي بالك يا ابن بلدي. يا ابن عمي ويا ابن خالي، نفس حالك هو حالي، أزمة صعبة عليك وعلي، بس هنعديها يا غالي. خليك في البيت علشان كم يوم والشدة تزول، هنتعب شوية كمان بس هنرتاح على طول. هو ده الوقت اللي لازم يبقى كله قلب واحد.
هو ده الوقت المناسب للمساعدة عشان نساعد. طول حياتنا مية مية شعب قد المسؤولية، والتاريخ يشهد علينا، والحروف الأبجدية من الألف للياء رجالة في أي أزمة وأي حالة. ومهما دائت بينا الدنيا، البلد عالراس متشالة. اسمع كلامي، خليك في البيت. هو ده الوقت اللي لازم